كثير من المشاهدين لما بنكتب مثلا رسالة معينة بيتساءلوا حول مصداقية الكتاب المقدس، وهل الكتاب المقدس اللي بين أيدينا هو كتاب الله، وهل ما زال نافع حتى يومنا هذا، أم هو كتاب محرف قديم كما يدعي البعض؟ فطبعا استدعناك لأنه أنت أولا من خلفية إسلامية، اختبرتي خلاص المسيح يسوع، عندك اطلاع على طبعا القرآن وكتب الحديث، وطبعا من ناحية أخرى عندك اطلاع على الكتابات المسيحية. فما رأيك بهذا السؤال، وكيف ممكن نرد على المشاهدين اللي بيتسألوا هذا السؤال؟ طبعا هو السؤال اللي بيسأله المشاهدين ده سؤال مشروع جدا، لأن بكل بساطة أنا مش بعيش في العصر اللي وجدت فيه الديانة. يعني الديانة وجدت في عصر من زمان، من حوالي 1400 أكتر من 1400 سنة هجري، وبالنسبة للمسيحية طبعا من 33 ميلادي. فأنا مش عايشة في الوقت ده، فأنا بالتالي محتاجة أن أنا أرجع للمخطوطات وللتاريخ بيقول إيه في الكتب دهيت علشان أقدر أن أنا أصدقها. أنا مش هينفع أن أنا أكون ثقافتي هي الثقافة السمعية، يعني حد يقول لي أهو القرآن هو ده، هو القرآن الحقيقي اللي ده من عصر النبي، أروح أنا مصدقه. أو يجي يقول لي كتاب المقدس ده هو كتاب المقدس اللي كان في وقت التلاميذ في القرن الأول والقرن الثاني والقرن الثالث، وكانوا هو ده المتداول، أنا أروح مصدقهم. أنا علشان أبني إيماني على مصداقية يعني صريحة في كلمة ربنا، لازم أنا أكون برجع وتأكد أن الكلام ده هو ما طرقش عليه تغيير ولا تبديل ولا حاجات زي كده.